اي نعم. اخ سائل الدكتور بيقول يعني بيقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفه من امتي على الحق ظاهرين لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خذلهم الا ما اصابهم من اللاواء حتى ياتي امر الله وهم كذلك. قيل: يا رسول الله اين هم؟ قال: ببيت المقدس واكناف بيت المقدس. بيسال الاخ السائل: هل هذه شهاده من رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن يدافعون عن الاقصى الان؟ طبيعي، هي شهادة واضحة وبينة أنهم من ذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هي بشارة من دلائل النبوة صلى الله عليه وسلم، أخبرنا عن المستقبل، وهذا هو المستقبل الذي نعيشه. وكل من يدافع عن بيت المقدس يعد من أهل أكناف بيت المقدس. أي نعم. يمكن الشخص يعني عندنا مثلا في التاريخ نور الدين محمود الشهيد، أي نعم، أستاذ صلاح الدين الأيوبي اللي مهد لتحرير القدس على يد صلاح الدين. نور الدين محمود ما استشهدش بالمناسبة، مات عادي، مات على فراشه، بس من كتر حلمه بالشهادة ونفسه في الشهادة وإصراره على الشهادة والسعي إليها، لما مات عادي خلد بين الناس بأنه شهيد. ولما كان في خيمته وبيروي حديثا مسلسل بالتبسم، يعني ايه؟ ان قال الراوي: فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي تبسم، فالراوي بيعمل ايه؟ بيتبسم عشان ينقل الرواية، راوي عن راوي عن راوي. فكان شيخ نور الدين محمود الشهيد بيقول له الحديث وقال له: تبسم فلم يتبسم، تبسم فلم يتبسم، قال له: تبسم حتى تكتمل الرواية. قال: كيف أبتسم يبتسم ثغري وهناك ثغر من ثغور المسلمين محاصر. بيتكلم عن دمياط في مصر، هو ما كانش في مصر. فهنا المسلم يشعر بكل البلدان بلاد، فأكناف بيت المقدس لا تقف عند من حول من في بل من حولها، وده دائرة تتسع. يعني فيها مصر يعني دكتور؟ نعم، يا أقصد يعني أكناف بيت المقدس دي فيها مصر، احنا فيها يعني. نعم نعم